السلام عليكم، مساكم الله بالخير. قلت يا ابوي عندي اعلان بكره، ابيك موجود من الساعة 10 صاحي يا اخوان، يغني عشان بلعني عشان اقوم اصحى من النوم. هلا يا ابوي، حياك الله يا راعي الجوف بسيطة. هلا وسهلا، مساك الله بالخير. ليش؟ وش تبغى اسوي يا ابوي؟ اهلا وسهلا حياك راعي السناب، لازم يقوم بدري ولازم وش كم ما نقدر السناب تجيب لي. خلنا نشتغل شغلنا، ما هو شوي كذا وشوي كذا ما اصلح، لازم العمل يكون متواصل. اي عمل خلاص. ولا لما تجنبت عنه ترى جنب عنك. خلاص السناب بنقفل عما قريب يا ابوي، ايش نبي؟ والله عاد تكفل هذا رزق حط الله لك، وانت حافظ على رزقك، لان الرزق مكتوب لك كذا. لا تقول انا بقفل وما قفل، زال ان الامور مبهله داره احلب. طيب يا ابوي، بس انا قلت لك عندي اعلان، بس ما قلت لك اصحى الساعه 10 يا ابوي. يا ابوي بارك الله في الامور، جيب السناب انا اسوي واتكلم للمشاهدين والمتابعين. انت لازم تكون بدري وتسوي تنظيم وشغل صح وتجذب الناس والجمهور حقك. لحظه يا ابوي، السناب هي خربت، انا ما ادري وش فيني اليوم، ماني قادر اتكلم في السناب. هات انا اسويها. ليش ما خربت؟ ليش خربت؟ خربت عي، ترى السنابات الاول انحذفت. لا ليش حذفها؟ والله خرب. ها شوف الجوال، ما ادري ايش فيه. لا ما في الجوال شيء، الجوال فيك انت، الجوال جهاز انت اللي تدير على كيفك. طيب يلا وش وانت اقول ناد على الجمهور وناد على الجمهور. يلا ناد عليهم ناد عليهم. ايها المتابعين، ايها المشاهدون، ايها لا 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 الاعلان استاذ الحضور، ايها الاعلانيون، يوجد اليوم اعلانات وعلوم طيبه وسنابات، والرجال المشهور جاء من الجوف ومن أبسيطة من الدير هذاك، وعنده أخبار وعنده علوم يبي يزودكم بها. والسلام عليكم. كيف يا أبوي الجوال فيك أنت؟ أي نعم الجوال فيك أنت. قصدي كسبه فيني أنا؟ الجوال فيك أنت، أنه ما تسوي معلومات صح في جهازك وتنادي وتعلن وتسوي شيء يجذب الناس، والناس ما تبى إلا شيء جديد. طيب. ما تبى متردد ولا الشيء اللي كل شوي يرددونه، ما يبى إلا شيء جديد. الله ولا شيء مندثر ما حد يعرفه وأنت جبته. يا شيخ الله يقلع المتردد حتى في كلام الريجي. والله المتردد اسمه متردد ما في خير. طيب وانت لازم تكون شجيع في كل شيء. طيب يا ابوي اسمع، في الكلام في التصرفات في الروحات فجاه، ما تكون متردد رايح جاي تقدم توخر، لا لازم تكون صلب. ما في كذا وكذا، ما في كذا وكذا، ما في الا كذا. ابن حميد الله يرحمه يقول من لا دوس الراي قبل ما ديس عليه دسوا هالقروبة العيال القروبة. كفو كفو. ليه؟ طيب انت لازم تكون قوي. خلاص طيب اسمع، سعدي ابوي الله يرضى عليك. طيب تفضل. ابوي انا خايف ان نعلن الاعلان ذا ما ينجح. ما في اعلان الا ينجح، جبه لي ينجح 100%. ليش ما ينجح؟ ليش ما ينجح؟ ما يشترون الناس. لا 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 لا، ترى ان الجوده طيبه والمعلن كويس يمشي يومين ما عاد بقي شيء في المستودع او المخزون حق الاعلانات دي. انا اعلنت معك البطانيات ما نجح، وانا اعلنت لحالي تنجح كل الاعلانات. والله تنجح، جبه لي تنجح البطانيات هذه تنجح 100%. وان اللي حطها بس اصبر اسبوع والله ما قعد في المخزون. السناب طارت اصلا. ليش تطير؟ يقولون ابوك ما يعرف التسويق. والله مستعد اسوق سيارات وشرك، ما هو بالبطانيات والشيء الرجيع ذا. والله مستعد اسوق وينجح 100%. لا لا احنا خطينا على الشركه. لا ما انت تقول هذه النثريات، هذه حاجات بسيطه ترى، فيها اعلانات وشرك وش اسمه وش يعني ومصانع اكثر من كذا. يعني يقولون ابوك في التسويق ما عنده سالفه. اتركوا ما عليك منهم، انا ابو عقاب، ما عليك القول، ما عليك كل ناجح محسود، والاقوال ما عليك منها. احنا نريد افعال وشيء على الطبيعه. ما اما اللي يقولون كانت تقولون هذه سيبك منها، ما عليك منها مره. ولا تهمك، تجي من رجال كويس، تجي من مسبوح، تجي من صاعد، تجي من سفيه، اتركها. طيب تنك ما تسمع. طيب تم الفعل يا ابوي. ايه عز الله ان البطانيات سولد اوت، نفذت الكميه. الله يرزقهم اكيد. تبيه مني ولا منك؟ لا والله من الله ثم مني. اما انت نوب ها تخوره، نوب انت دلو ما دلو طين. طبعا ما يحتاج اذكر لكم وش فوائد التمر، كلنا نعرف فوائد التمر وندري انه شيء ضروري في كل بيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشه بيت لا تمر فيه جياع اهله، وكررها مرتين. التمر شيء مهم جدا سواء بالمه ولا غير بالمه، بس تدرون ليش اقولكم على بالمه؟ لان والله ان تمرهم من اجمل التمور اللي ممكن تمر عليك في حياتك. والله اني اتكلم وانا صادق، مو عشاني اعلل لهم، والله
لو تمرهم يلحقه ها ولا ها والله ما أعلن لو مدري كم يدفعون. لكن فعلا هالشركة لها سمعتها في السعودية وفي السوق ومعروفة، وصراحة تمرهم يجمل ويشرف، وخصوصا المفتل والمجروش اللي مع أبوي. أبوي إيش رأيك في التمر بكل أمانة يا أبوي؟ أقول الله يبارك لأهله فيه وينزل بالبركة في ماله. والله التمر هذا ما يحتاج إعلان، تمر درجة أولى وطيب وفيه جودة عالية ولا يحتاج حتى إعلان. والله والله يبارك لأهله فيه. والله شوف المفتل اللي أنا من عشاقه، شوف كبر الفذة، شوف طراوتها ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعة. شيء والله يجمل، والله يجمل، والله تغليفه حتى يجمل، وطريقته في نظام التغليف وفي طريقة الشغلة ممتازة. أما التغليف يا أبوي حدث ولا حرج عند بعض. والله أنا حدث ولا حرج في التغليف وفي الغلف. شوف يا أبوي شوف كيف التمر هذا لا يحتاج إعلان عن الشحن. تسلم مرة. تسلم يا أبوي. طيب شوف بس يا أبوي المجروش، شاف المجروش، شوف المجروش كيف مغلفينه ومزينينه ومزبطينه. بذكر لكم نقطة عن التغليف، شوفوا حتى يصير عليك ما يحتاج سهل الحمل وسهل التنقل. وشوف هل الشركة دي معتني فيها، وشوف المفتل كيف هم مزبطين ومزينين. تدرون ليش حاطينها في الأكياس دي؟ شوف الصورة القادمة. ذهب ما هو تمر، هذا ذهب. اي والله ما يحتاج إعلان، والله ما يحتاج إعلان. الله يجعل البركة له. آمين يا ما شاء الله تبارك الرحمن. آمين يا جماعة. شوفوا ترى ما راح أحط فلتر. شوف ها ما شاء الله ها والله. أما المجروش اللي ما يستغنون عن الحلا هذا، والله الحلا الطبيعي ما شاء الله ما تبارك الرحمن. ما يحتاج جروشة طبيعية 100% ما شاء الله ما شاء الله. يا ابو ربيع ترانا نتكفيك، نشتري ولا ما نشتري؟ اشتر وانت مغمض يا والدي العزيز ويا والدتي العزيزة. والله تمر مشرف ومجمل وعلى مسؤوليتي. ترى بالما يا جماعة الخير عروضهم بس في فترات معينة وقت حصاد التمر، ما عندهم تمر ناس يوقفون، ناس يشتغلون بذمة وضمير، وشهادتي فيهم مجروحة. اسمع العرض اللي ما ينتفوت، عرض الكرم والجود، 3 باكيجات من المفتل اللي يحب قلبك، كل كرتون أو كل كيسة فيها 3 كيلو، تخيل 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو 9 كيلو، زايد المجروش هذا اللي ياخذ العقل، هذا عبارة عن كيلوين، يعني كيلوين 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 كيلوين، يعني تتكلم عن 17 كيلو 9 كيلو و8 كيلو. تدرون بكم يا جماعة الخير الكيلو طلع؟ تقريبا ب 26 ريال. والله شيء ما ينتفوت وعرض لا يفوتكم. استخدموا كود غازي بيخصم لكم 25% من قيمة العرض، وكمان بيصير التوصيل مجاني. طيب في ضمان يا غازي ولا ما فيه؟ في ضمان وانا اخوك. اذا وصلك المنتج ما اعجبك خلال 24 ساعة تواصل مع خدمة العملاء يرجعون لك وتاخذ فلوسك، وعليك بالعافية اللي أكلت. يا من الله عنا نعمة من حمده ولد. هذا نذكر الله غازي، هذا ما جاب السهم، هذا تعب وأمور خلها على الله. الله يبارك لك يا أبو غازي. الله يبارك لك يا مخلد. أنت شو ما تطلع الموتر؟ طلعه وأنا أروح. كيف وانت تروح عند مشتري عشان تقفل عليه؟ هذا بال اليوم الكبير يا غازي، خلي يجسم. الله لا يعود اليوم الكبير ذا، ليش غلطنا فيه؟ متى يجي اليوم الكبير ذا؟ علمني. وانت طلع وانت ما اروح على مع الشوارع ولا وانا اروح عن السيارة توقف برا. بعدين ما ركبت لوحات الباقي ولا زبط. والله يا جماعة ان ما ركب اللوحات يقول عشان ما تسوي لي نفسي واطلع شغله وامشي. خلي موقف لين الله يحل، لين تروح جدته. اي نعم يا غازي. بعدين شف لا توديها المغسل، السيارات لا تضطر جاي العمالة في المغاسل يتلون المراية ويكسرون القزاز ويطلع على هذه الشيطرة أو تطبر على الصدام اللي الله يكسر رجل. لا تطبر على الصدام. أنا لمعة هنا هو محله يا غازي، ما أحتاج أروح ولا أحتاج أطلع من الحوش ولا له لزوم. هذه السيارات الغالية هذه يا غازي، ما يرحب على الشوارع وتلفلف لك على كافيهات وتلفلف لك على حصيرات. هذا خليه لا رحت مشوار طويل، مشوار حتى لا رحت المشوار طويل وقفه، لا تنزل في البلد وهذا، خذ الكريم حول يا من الله عنا الشوارع الضيقه هذه ولا زقه. وين قالت لكم غازي ودني شارع 60؟ حوني يركب انا الدتسن واقف بالباب شارع 60 وتاخذ لي تبع. بعدين شارع 60 من في ما في غير ورعن على جواله مطفى النور، ما يدري من يمر ومن يمينه ومن يساره، ولا عودن قال ان كذا الغتر اصلا مغطيه ما يدري. لا انا حضر فيك ثم قال ما شفتك. شفتني ليش ما شفت؟ هذا ب 500 ألف يروح ضحية واحد راح ناخذ للشورمة من شارع 60. هو شنو الموتر يا مخلد؟ ما تدري وش الموتر؟
والله اني واحد ما تدري شو الموتر. والله اني ما ادري هذا 21 يا غاز 20 و21 سبورت ولا بلاكتيشن ولا ايش؟ لا لا ما زي اليوم لحقت العادي خلى السبورت والبلاكتيش بغى يروح ورا. طيب يوم يخلد طيب هو نظيف انت ما يحتاج تنظف ليش؟ لا اخبار في اخبار شويه يوميه في الحاله. يا ويلي من الوسوسه ويلا. طيب يا ابو غازي متى بتاخذنا عليه مشوار؟ غازي ماني انت رجال انت تستاهل الملغى. انا ماني باخذك غير بعد ما ودي امي وابوي اول شيء بعدين نروح انا وياك لحالنا فكنا من العالم هذا اللي يتسفون واللي يحط رجلين كذا واللي انت راكب مع رجال ليش تحط رجلك هنا؟ الله يجعلها بالكسر. يا مخلد يا مخلد والله قال كذا ورمخ الجير هنا ليش؟ طيب يا مخلد طيب تخلي حد يسوقه؟ السواقة والله ما فكرت فيها غازي لحين. انت رجال ما تحب السواقة ولا يا كذاب والله ما تحب السواقة غازي ولا غيرك ما علي منه. تشوف اللي غيرك اقدر اقول قلع ولا اقرب مفتاح موتري ولا اقرب المفتاح. طيب لو دق عليك رجال العزيز قال يا ابو غازي عطني الموتر بروح عليه مشوار وجي. من هو؟ عم مكاتب التاجير يمشي اطق لك اطرخ سيارة على احد ما تبى مكاتب التاجير تبى اللكسس اركب اوديك بيزعل عليك بيقول هذا رخمة باخلن على موتره. رخمة ويش؟ تدري هذا كم سعرها ملعون؟ من الخمة؟ هذا اللي يعطيه ما هو من اللي بيعطيك لكسز الزمن هذا؟ ما في الخمة هذه ولا فيها يا مخلد. طيب انا موتر انت 20 مرة سكت انت وبندر يا غازي انت تثق في سواقتي وتتحرك وانا ما غراب اختمك ولا اشوفك من شغل فشوش الميديا ومن شغل فصحابك ومن شغل هنا وتراسل هنا وتراسل فقلت انا اللي اسوق بك واختمك ولا انا ما عندي ولا شغلة بسوق موتري واروح عليه واجي عليه امر الله. طيب انزل انا بسوق انزل انا بسوق وانت تروح ما جاء لك حالتك غازي تكون في المرور ثم حطهم في السجن والحبس. والله عادي انا ما عندي مشكلة. مرحبا يا ذكر الله. يا ابو غازي يعني ما انت مخليني اسوق؟ والله غازي يا ولد انا اعطيتك موتري ما في ديرتين في السعودية ما طبيتها بموتري. يا ولد انا ما غرب اختمك وانا ما قصدي انك تطلبني موتري وانت لو صار شيء يا غازي على موترك ولا لا قدر الله تقدر تطلع من سادس اعلام انا بلك سنتين عشان اجيب قيمة هذا ولا عندي اخوان يا غازي وانا وحيد امي ولا لك في حاجة موتر يعني يا غازي والله العظيم ما لك في حاجة تفكري من العالم هذا اللي تزرق طلع موترك تاكل يا غازي والله ما من اللي انا والله يمر على المشوار ايش تبي؟ هلا يا الامريكي. شلونك؟ الحمد لله. هلا ابو عبد الله. هلا بالخير والبركه. انورت الطائف كانت في ظلمات الطائف. استغفر الله لين جيت. بالنسبه لي انا تعبت كل ما ترفعني شوي كل ما قاموا يحذفوني اكثر كل ما اجود هذا وش كل وانا ولد عم غازي بس اقول اللي قلت على عم غازي هونوا فيها ثم اللي قال شيء قال انت لوقي يا رجال محشوم محشوم والله يقولون لي انت لوقي ويقولون لي كلام يا بدر انت حسب الشهره بسيطه والله ما بسيطه ترى الله يرزقك من واسع. لو يرجع بي الوقت إيه؟ والله اني ما طبها واني لقى بس الحين يقولون ظهروا بدراسه عود ذل ما هب زينه اي نقاب هيا امشي امشي ابى قهويك وندوق كالحلى اللي يحب قلبك والامور الزينه ابو بلاش ابو بلاش يلا انا غير ابو بلاش روح روح يلا هلا بشيفنا البطل. شلونك يا محمد؟ الله يجعله. هذا محمد انامله ما شاء الله سحريه والله قاعد يسوي لنا اطباق يا جماعه الخير اتحدى تلقونه في مكان غير الكوفي حقنا. محمد ايش اخبار قرص عقيلي؟ 100 100 ايش صار عليه بعد اعلان الصباح ذاك اليوم؟ اشتغل شغل مو الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. هذا يا جماعه طبق موجود عندنا ما راح تلاقونه في مكان ثاني اسمه كلير ريد فلفت جربوه وقولوا غازي ما زبطنا. يلا يا الامريكي سم بالله ما شاء الله تبارك الرحمن. بالعافية أبو عبد الله. الله يعافيك أبو ربيع. يلا تعودها بس. بتعودها ما شاء الله ثمنت. أبشر بس. الليل وكل نهار. أبشر بس سعيد. يا جماعة جربوا هالكيك لا جيتوا عندنا. أنا ما راح أقول اسم الكافي الآن. بعدين راح أقول إن شاء الله. بس خلوا الأمور تجهز 100%. هذا حل الطيبين. اسمه كولان كيك.